يعني تساهم التوعية والتثقيف في رفع الوعي الصحي لدى الحجاج بأهمية اتباع طرق الوقاية للسلامة من الأمراض المعدية، وأيضا عدم الإصابة بمضاعفات مزمنة، وتحقيقا لمبدأ الوقاية خير من العلاج. رحبوا معي بضيفتنا هنا بالاستديو الأستاذة هلا السدرة، أخصائية التثقيف الصحي بمدينة الملك فهد الطبية. حياك الله أستاذة هلا. أهلا. يا هلا وسهلا، نورتينا. يعني أكيد أنه أهمية أخذ التطعيمات اللازمة، لكن يريد تحدثينا عن أهمية التطعيمات الإلزامية لدى الحاج. طبعاً التطعيمات تحمينا بعد الله سبحانه وتعالى من الإصابة بالأمراض المعدية، فأخذها زي الوقاية من إصابتنا بهذه الأمراض بعد الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لك. نعم، تحدثينا أكثر عن ما هي التطعيمات اللازمة. طيب، في الحج في تطعيمات إلزامية وفي تطعيمات غير إلزامية. نعم. التطعيمات الإلزامية اللي هي مثلا الحمى الشوكية، وعندك طبعا الحمى الشوكية لازم تأخذ قبل 10 أيام من بداية الحج، ولا تزيد طبعا مدتها عن 3 سنوات. وفي تطعيمتين كمان اللي هي الحمى الصفراء والكوليرا، طبعا هذول إلزامية من الدول المنتشر فيها هذا المرض. هذه بالنسبة للتطعيمات الإلزامية. أما التطعيمات الغير إلزامية اللي احنا ننصح فيها لكبار السن، مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة كضغط، سكر، أمراض قلب، أمراض تنفسية، اللي هي إنفلونزا، تطعيمة الإنفلونزا والالتهابات الرئوية. جميل. هذه ما هي الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها أيضا؟ طيب، إيش معنى مرض معدي؟ طبعا المرض المعدي نقدر نعرفه بأنه أجسام غريبة دخلت إلى جسم الإنسان. نعم. سواء كانت فيروسات، ميكروبات، انتقلت من شخص لشخص، يعني عن طريق الإنسان أو عن طريق مثلا حيوان أو عن طريق طعام ملوث. هذا تعريفنا للأمراض المعدية. نعم. طيب، إيش الوقاية منها؟ كيفية الوقاية منها؟ طبعا هي بإجراءات السلامة بشكل عام اللي ننصح دائما فيها الحجاج وغير الحجاج باتباعها. غسيل اليدين بالماء والصابون، هذا أهم شيء، أو استخدام المعقمات اللي الآن موجودة متوفرة في كل أماكن. وقت العطس أو السعال ما يكون على اليد مباشرة، يستخدم منديل أو بالطريقة هذه تكون. وبعدين يتخلص من المنديل مباشرة. نعم. عدم لمس العين الأنف والفم باليد. عندك استخدام الكمامة وتغييرها طبعا بشكل دوري. جميل. طيب أستاذة هلا، تحدثينا عن أعراض ضربات الشمس وكيفية الوقاية منها. طيب، زي ما احنا عارفين انه ضربة الشمس هي من اكثر الاصابات اللي ممكن تجي للحاج. يعني دائما المراكز الصحية مرضين اللي هم ضربة الشمس او يكون انخفاض في السكر للناس اللي معاهم سكر. ضربة الشمس ايش اعراضها؟ خفقان، يجي للانسان خفقان، ضربات القلب تزيد عنده، سرعة في التنفس، دوار، غثيان، ممكن توصل الى الاغماء. هذه كلها اعراض ضربة الشمس. نعم. واللي يميزها معليش بعد اذنك، انه ما في عرق، يكون انسان معاه حمى لكن لا يوجد عرق، تكون عنده حراره. اي نعم، حراره. طيب، كيف اهم الاسعافات الاوليه لاعراض ضربات الشمس؟ طبعا اول شيء نسويه هو ابعاد الشخص المصاب عن المكان الحار اللي هو موجود فيه، نحطه في مكان يا مظلل او مكان بارد. تمام. ينسدح على ظهره مع رفع شوي الكتف والراس. نعطيه إذا هو في وعيه، نعطيه موية باردة أو عصير بارد، أي شيء بارد يبرد عليه. إذا هو مغمى عليه ممكن نرش عليه الموية الباردة على جسمه، ويتم نقله لأقرب مركز صحي لإكمال العلاج. نعم. طيب أستاذة هلا، المصابين بالأمراض مثلا المزمنة كالضغط أو السكر، ما هي الإجراءات الوقائية حتى لا يكون هنالك مضاعفات؟ طب احنا قلنا احد اهم الاسباب الوقائيه انه ياخذ التطعيمات، هذا واحد. الشيء الثاني، اي انسان عنده مرض مزمن لازم يروح لطبيبه في البدايه قبل ما يخطي خطوه الحج. لازم يتاكد من الطبيب ان انا اموري ممتازه بحيث اني انا اقدر ادي هذا النسك المعين. ياخذ اهم شيء تقرير طبي ويبلغ الحمله بحالته الصحيه. ممتاز. ياخذ كافه الادويه اللي هو يتناولها بشكل دوري، وتكون طبعا بكمية كافية تكفي أيام الحج كلها، ويأخذ زيادة عنها في حال لو سمح الله ضاع دواء معين ولا شيء، إلا عنده زي نقول احتياط منه. نعم.
إذا هو مريض سكر لازم يكون في شنطته سكريات بحيث إذا انخفض عنده على طول ياخذها. إيه إيه ممتاز. يعني نتمنى مدام إحنا مقبلين إن شاء الله على موسم الحج تعطينا المشاهدين نصائح عامة. أهم شيء زي ما قلنا تطعيمات لوقايتهم، لبس الكمامة، يتجنبون التدافع، يسوون الإجراءات الأولية في الوقاية اللي هي غسل اليدين زي ما قلنا، استخدام المعقمات، ينتبهون لا يأكلون من الأطعمة المكشوفة. نعم طبعا وخصوصا لا يكون هنالك تسمم وغيره. صحيح. نعم. وخصوصا الأطعمة المكشوفة وغير المطبوخة كويس، يعني اللي تكون نية زي السلمون وهذه الأشياء يبتعدون عنها نهائيا. في حال خلص من النسك وفك الإحرام، مريض السكر بالذات لازم يلبس جزمة مسكرة علشان ما يصير في جرح معين في الرجل وممكن يلتهب. أوه. لأن مرضى السكر دائما عندهم القدم السكرية، تقرح الجروح. أي نعم. نعم. ممكن لا سمح الله يعني يؤدي إلى الغرغرينة بعدين. فهذه أهم شيء. كمان يستخدم المظلة. أيوة. للوقاية من أشعة الشمس. صحيح. نعم. ويكثر شرب سوائل لتتجنب من ضربات. طب بالنسبة للحرارة أو التسلخات الجلدية؟ دائما احنا نقول الحين النساء لهم حرية اللباس، يقدرون يلبسون اي شيء، قطنيات قطنيات والامور هذه كلها. بالنسبة للحاج يستخدم يا ريت الفازلين مثلا، كونه ما في مرطبات ريحة أو هذا مرطبات بحيث طب. ايوه بحيث انه ما يصير في تسلخات في الجسم او بودرة بدون ريحة. نعم. مو يعني اهم شيء انه يتجنب تخفف هذه الحرارة او الطفح الجلدي. نعم صحيح. يعني نشكر لك حضورك أستاذة هلا السدرة أخصائية التثقيف الصحي بمدينة الملك فهد الطبية. شكرا جزيلا لهذه المعلومات.